27 hearts beat! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. وزارة التربية خصصت مواضيع القواعد نص للأدبي ونص للعلم. بهذا الفيديو راح أوضح لكم كل شيء. طبعا هاي قناتي بالتليجرام، راح خليكم رابط بالوصف، اشتركوا بيها راح تفيدكم لأن أنزل بها أخبار أكثر مما أنزل باليوتيوب. الخبر يقول: نظرا لاستمرار العمل بنظام تنويع التعليم للعام الدراسي الحالي، وزارة التربية تؤكد أن موضوعات القواعد في منهج اللغة العربية للصف السادس الإعدادي المؤلف حديثا وبحسب الآتي. طلاب، بالنسبة للفرع الأدبي فالمواضيع الداخلة للاستفهام، النفي، التوكيد، التقديم والتأخير، التعجب والمدح والذم، والتمني والترجي، والعرض والتحضيض، والنداء والإغراء والتحذير. طلاب الأدبي، للأسف يعني ما لكم أي تقليص، هن المواضيع العشرة مع الوحدات العشرة جميعها داخلة. أما بالنسبة للفرع العلمي الأحيائي والتطبيقي فالمواضيع الداخلة للاستفهام والنفي والتوكيد والتقديم والتأخير والمدح والذم والتعجب والنداء. المحذوف من عند الأدبي هن المواضيع التمني وترجي والعرض وتحضيض والإغراء والتحذير، على أن يستمر ذلك لحين انتهاء العمل بنظام تنويع التعليم ومعالجة جدول الحصص الدراسية للفرع العلمي، ويكون ذلك للعام الدراسي الحالي فقط ولا يعد تكييفا. طلاب، هذا الذن وضحت لكم ياهن بالفيديو، العشر مواضيع الداخلة للأدبي والسبع مواضيع الداخلة للعلمي، هذا ما يعتبر تقليص. إعادة أخيرة لقرار وزارة التربية، طلاب الأدبي يمتحنون بالوحدات العشرة، الوحدات العشرة اللي هن بالكتاب الجديد كلهن داخلات. أما الفرع العلمي التطبيق والأحيائي راح يكون من عندهم حذف أسلوب التمني والترجي وأسلوب الإغراء والتحذير وأسلوب العرض والتحضيض، هذن خاصات بالأدبي. بنات الفيديو أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وخليت لكم جميع الروابط الخاصة بي بالوصف، فيسبوك، انستغرام، تليجرام، اي شيء عندك ما فاهمه ادخل راسلني وراح نجاوبك عليه. ولا تنسى تدوس لايك وتشترك بالقناة حتى توصل لك كل اخبار عاجل من وزارة التربية اول باول. 27 hearts beat.